يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغلت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب؟ قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان. إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي معوذتان؟ أنت حينما تقول قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجي إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته. فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من قالها ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح، لم يضره شيء أيا كان هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب، ما ينطق عن الهوى. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.